بقول لك يا كريم، السندوتشات دي تخلص طلعي يا استاذ سلام وضيوفه. ها حاضر. بعد اذنك، هو السندوتش بكام؟ الايه بكام السندوتش؟ مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دكتور؟ منورنا. الحقيقة أنا متعود في واحد من الناس، بسجل مع الناس الجدعان الطيبين، وبصراحة أكتر أنا عملت مؤامرة مع أخوكي عشان أسجل معاكي. هتكسفيني ولا ممكن أسجل معاكي؟ إزاي أنت فوق راسي، اتفضل. طبعا. سلطانة، ده اسمك الحقيقي ولا اسم الشهرة؟ الحقيقي. بس واضح إن هو اسم ووصف كمان. الحمد لله، إحنا على باب الله يا دكتور. كلنا على باب الله. بالك قد ايه شغاله في الكبده؟ من زمان قوي، يعني من ايام ما كنت لسه صغيره في المدرسه. بس انا عرفت ان العربيه دي ما كانتش كبيره كده، وما شاء الله. يعني ازاي عملت كده؟ هي في الحقيقه في الاول كانت طاسه وانبوبه، كانت بتاعه الحاج جابر ابويا الله يرحمه. كنت ارجع من المدرسه اساعده، وشويه ذاكر وشويه اساعده، لحد ما بفضل ربنا يعني بقى كل اللي انت شايفه ده. أنا عرفت كمان إن الحقيقة أنتي عاملة خير كتير مع الناس، أهل الشارع، وفاتحة بيوت كتير هنا، وفي محلات كتير كمان أنتي مشغلاها هنا. وعرفت كمان إنك أنتي كنتي طالبة في كلية الحقوق. سبتي الكلية ليه؟ عشان كلية إيه؟ دي أحسن محامية في بر مصر كل. هاتي كريمة. مين دي؟ كريمة صاحبتي. و كريمة؟ دراعي اليمين. إزيك يا كريمة؟ الحمد لله بخير زي الفل. سبتي الكلية ليه؟ الحاج تعب جدا، توفى، ما كانش في حد يشيل المسؤوليه غيري، فاضطريت ان انا اسيب الكليه. وبعدين اخويا اهو بسم الله ما شاء الله بدالي. لو حبيت اسالك، ايه وصفه النجاح اللي انت ممكن تقوليها للناس؟ اقول ان طول ما انت بتضحك في وش الناس وبتاكل من نفس الطبق اللي هم بياكلوا منه، اكيد هيحطوك فوق راسهم. اكيد عندك. اتفضل. اتفضل يا دكتور. اتفضل. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور.